بالنسبه للكابتن مانويل جوزيه، انا يعني انا كعضو كمشجع النادي الاهلي انا مبسوط جدا، يعني لان هو من المدربين اللي انجزوا جدا مع النادي وفهم اللعيبه وعمل انجازات حلوه جدا جدا للنادي عندنا بصراحه. يعني والله انا موافق ان هو يرجع، لانه المره اللي فاتت السنين اللي فاتت عمل معانا بطولات، فاكيد المره الجايه المره دي برضه نفس الحكايه. انا اكيد مع القصه دي، هتبقى كويسه للنادي الاهلي قوي، هم محتاجين مدرب كويس. والله انا ارحب بعوده مانويل جوزيه للنادي الاهلي. ممتازه طبعا، احنا مستنيين من فرق الصبر طبعا. يعني حاجه جميله جدا، ويا ريت يعني انا بطلب منه طبعا عوده الانتصارات اللي فاتت، احنا بقالنا دلوقتي 6 سنين بنكسب انتصارات ومكسرين الدنيا والكلام ده كله، يا رب يرجع. هو عمل شغل مع النادي الاهلي كويس، يعني للناس كلها معروف ان جاب اكتر من بطوله للنادي وكده، فيا ريت. هو الراجل بيحب النادي الاهلي وبيحب مصر، وراح يعني اتدرب في حته تانية ما ارتاحش، لان هو زي ما بيقول يعني الفلوس مش كل حاجه عندي. كان مع مين بقى صبحه داخل؟ هما كان الكابتن خطيب والكابتن حسن حمدي والمجموعه كلهم قاعدين معاه فوق دلوقتي، وربنا يسهل يعني ان شاء الله خير ان شاء الله. مدى سنه ونص زي ما تعرضت. بالظبط كده ان شاء الله، ويعني احنا كنا نتمنى حاجات بدري شويه، لكن النصيب هو جه في الوقت ده وربنا هيوفقه ان شاء الله. يعني رأي شخصي الاهلي محتاجه، لانه عارف الفريق زي ما احنا قلنا قبل كده بس فيها ريسك شويه، بس نتمنى له كل التوفيق والخير ان شاء الله.